أينما ذهبتم تسمعون أمراً واحداً، الجميع مكتئب. ولا شك أن زمن كورونا فاقم من أزمة الاكتئاب على امتداد العالم، لكن ربما ما يجب أن نتحدث عنه اليوم هو كيف نشخص الاكتئاب، والأهم كيف نخرج منه. دراسة أمريكية جديدة أظهرت أن مؤشرات الاكتئاب كثيرة وواضحة، ولفهمها ومواجهتها لابد من الأخذ بعين الاعتبار الخلفية الثقافية للإنسان، فلا تتوقع أن يتحدث رجل أردني عن معاناته مع الاكتئاب كشخص فرنسي، أو أن يقول صديق أردني لصديقه المكتئب اذهب واحصل على العلاج، لكنه سيقول له باللهجة المحكية الأردنية انسى الموضوع، كلنا مكتئبين، اتوكل على الله.